ثورته من منطق الواجب للممكن، وأداء للمسؤولية لا طمعا في مصالح أو مغانم، فلم يغب عنه حسابه الربح والخسارة، لكنه رأى أن ربح الآخرة خير من ربح الدنيا، وأن خسارة رضا السلطان خير من خسارة رضا الرحمن. وهذا ما كان يميز الحسين وأصحابه عن يزيد وجلاوزته. من دروس ثورة الحسين عليه السلام أن الذي يتصدى للمسؤولية طمعاً في أن يربح هو مجرد تاجر وليس ثائراً. ثورة الحسين من أكبر الحجج على عباد الله يوم القيامة، إنها تقول للمرأة إن عنصر الأنوثة لا يجوز أن يكون عائقاً أمام تحمل المرأة لمسؤولياتها. ألم تكن زينب امرأة؟ ألم تكن أم وهب امرأة؟ ألم تكن أم كلثوم امرأة؟ ألم تكن الرباب امرأة؟ وتقول هذه الثورة للشباب إن مرحلة الشباب ليست مرحلة اللهو واللعب، بل هي مرحلة الجد والاجتهاد. ألم يكن علي الأكبر من الشباب؟ ألم يكن القاسم ابن الحسن من الشباب؟ وتقول هذه الثورة للكهول إن الكهولة والشيخوخة ليست عذراً في عدم تحمل المسؤولية. ألم يكن حبيب بن مظاهر من الكهول؟ بل وحتى الطفولة ليست عذراً في تحمل المسؤولية. ألم يكن عبد الله الرضيع طفلاً؟ كان بنو أمية أمة طاغية في التاريخ، مثلهم مثل آل فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فكيف يقول صاحب بني أمية لو كانت بيدي مفاتيح الجنة لأدخلت بني أمية كلهم فيها؟ أترى كان يظن أن الجنة مسكن الطغاة المتجبرين والفسقة المنافقين لا مسكن الصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء؟